سلام الله عليكم مشاهدينا في قواعد الاشتباك في سلسلة مراجعة الحرب السورية. في هذه الحلقات وهذا الجزء الرابع من مراجعة الدور التركي تحديدا في سوريا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن المنطقة الآمنة وعن التعاطي الكردي أو السياسات الكردية وخياراتها التركية وخياراتها مع الكرد. أيضا تحدثنا في الحلقة الماضية كيف انقلبت الأولويات في تركيا من أولوية إسقاط النظام إلى أولويات أخرى وهي مواجهة أخطار تتعلق بالأمن القومي التركي، كما تقول أنقرة لها علاقة بالمسلحين الكرد وأيضا داعش في تلك المرحلة. في هذه الحلقة مشاهدينا نتابع ما كنا نتحدث فيه فيما يتعلق بالموضوع الكردي وخيارات تركيا في الشمال السوري، العلاقة مع إيران والعلاقة مع روسيا ومعركة إدلب الدائرة حاليا في سوريا. أرحب بضيوفي من إسطنبول، دكتور حسني محلي الخبير في الشؤون التركية، ومن دمشق الأستاذ تركي حسن الباحث في مركز دمشق للأبحاث ودراسات مداد، ومن أنقرة الأستاذ جهاد توز الكاتب السياسي. أحييكم ضيوفي الثلاثة. وفي الأسبوع الماضي كنا نتحدث مع الأستاذ تركي حسن حتى نختم أستاذ تركي حسن ما تحدثنا به الأسبوع الماضي حول الكرد، المقاربة الكردية. ما هي الخيارات التركية في التعامل مع الكرد؟ هل كانت فعلا خيارات صحيحة؟ والآن هل شكل الكرد ذريعة تركيا للدخول للأراضي السورية عسكريا بشكل مباشر؟ من حيث المبدأ الكرد ينقسمون باتجاهين أساسيين، يمين ويسار، وحتى في تركيا حزب العمال الكردستاني هو يسار الأكراد. وأعتقد أن في المرحلة الأولى من الأحداث السورية كان هناك شيء يسمى المجلس الوطني الكردي، وهو يمثل تيار مسعود البرزاني، وقد انخرط مع المعارضة وكان في مجلس اسطنبول وفي الائتلاف ولا يزال حتى الآن. أما بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقصد البيادي، أعتقد أنه يمثل كما قال وهو صحيح، يمثل الاتجاه اليساري وهو الوجه الآخر لحزب العمال الكردستاني. ولكن آنذاك في دمشق، في ينظر له في دمشق بأنه عبارة عن مواطنين سوريين لم يكن له بنية عسكرية، وبالتالي لهم آرائهم السياسية. من خلال الأحداث التي جرت في سوريا، طالما أن الرئيس أردوغان قبض على قسم من الأكراد بعلاقته مع الرئيس مسعود البرزاني، وبنفس الوقت بعلاقته المباشرة أن المجلس الوطني الكردي هو جزء من التحالف وهو جزء من المجلس الوطني السوري في إسطنبول، إذا حاول استمالة القسم الآخر وهو عبارة عن صالح مسلم. صالح مسلم كان يستقبل في بيت الرئيس أردوغان وهو يقول كذلك، كنا نستقبل في بيته ولدي جواز سفر من الرئيس أردوغان تركي، وأذهب وأخرج وأجتمع فيه في أي لحظة من اللحظات، ولكن طلب منه الانخراط في العمل العسكري ضد الدولة السورية. وبنفس الوقت هذا الأمر كما كان يقول لا يؤمن مصالحنا، لا يؤمن مصالح الحزب، لا يؤمن المصالح الكردية. هذا الكلام لصالح مسلم كأداة. نعم، هذا كلام صالح مسلم. وقال لقد استقبلنا الرئيس أردوغان بالأمس مساء في منزله، وفي اليوم التالي صنفنا إرهابيين. إذن هذا الأمر كان موجود حتى لحظة الدخول الأمريكي. وبالتالي صالح مسلم لديه مقابلات مطولة، وأنا لدي هذه المقابلات مع صحف أجنبية ومع صحيفة الشرق الأوسط ومختلف الصحف، يتحدث عن هذه المرحلة بالتفصيل، يتحدث بشكل وبإسهاب، لأن المجلس الوطني الذي هو يعارض أيضا الاتحاد الوطني الديمقراطي فكان بالاتجاه مع الجانب التركي. طب اسمح لي أسأل، تفضل تفضل، بس آخر آخر جملة قبل أن أتحول إلى إسطنبول. عندما رفض الاتحاد
هذا الأمر عندما رفض الاتحاد أن يكون ويشترك وفق الرغبة التركية في التحرك العسكري في الحركة العسكرية كما تشاء تركيا، وأن ينقرض مع المجاميع الإرهابية التي تشكلها وتدعمها تركيا، آنذاك اختلف الاتحاد مع الرئيس أردوغان وبدأت لم يكن الأمريكان قد دخلوا بعد في هذه طيب المرحلة. اسمح لي نسأل، أما بعد الدخول الأمريكي فأصبح شيء آخر. نسأل الدكتور حسني محلي حول الخيارات التركية أستاذ حسني، كما تراها في التعامل مع الحالة الكردية راهنا؟ يعني الآن الأمريكان يعطون أسلحة، والأحزاب الكردية الممثلة بقصد الآن تشمل 60% دعنا نقول أو 50% كرد أو 40% و60% عشائر. الخيارات في التعامل، خيارات تركيا في التعامل مع هذه الحالة شرق الفرات، تعاملت مع عفرين، وأنا بدي تقييمك أيضا لما جرى في عفرين وجرابلس أيضا، لكن في منطقة أخرى تتواجد فيها القوات الأمريكية وتقع الأحزاب المناوئة لتركيا في هذه المنطقة، ما هي الخيارات التي سوف تتعامل بها تركيا، وما تقييمك للدخول العسكري التركي إلى مناطق سيطرة الوحدات حماية الشعب الكردية مثل منطقة عفرين وجرابلس؟ في الأسبوع الماضي زميلنا من أنقرة قال بأن أحمد داوودوغلو ذهب إلى دمشق 52 مرة خلال 6 أشهر. يعني الزلمة يمكن مر على بيته خلال 6 أشهر 52 مرة. يعني هو في 7 سنوات ذهب، في 7 سنوات وليس 6 أشهر، في 7 سنوات ذهب إلى سوريا 54 مرة في 7 سنوات وليس 6 أشهر. يعني يجب أن تكون المعلومات واضحة، وهناك أمور أخرى في الأسبوع الماضي لا أريد أن أعيدها الآن. نعم. خيارات تركية هي تكتيكات خاطئة كانت لها تبعات خطيرة نتيجة هذه الأخطاء الاستراتيجية. يعني تركيا في البداية عندما كنا نتحدث الأسبوع الماضي عن المنطقة الآمنة، هناك عشرات التصريحات للرئيس أردوغان الذي كان يتحدث آنذاك عن ما يسمى بحدود الميثاق الوطني التركي. حدود الميثاق الوطني التركي التي رسمت في آب 1920 تضم شمال سوريا بالكامل إلى تركيا. هذا كلام رئيس أردوغان وليس كلامي، أقول عشرات التصريحات. اثنين، الآن بعد أن وافق الروس على دخول القوات التركية في 24 آب 2016 وهو الذكرى 500 لدخول سليم الثاني إلى سوريا عبر مجدان بعد معركة مجدان، الروس عندما وافقوا على دخول تركيا إلى جرابلس ومنها إلى الباب ثم عزاز وأخيرا عفرين، لا أدري ما هي حساباتهم، يعني بصراحة أدري ولكن هذا الموضوع طويل. نعم. اثنين، أنا أعتقد الآن الأتراك أو تركيا عفوا أو الرئيس أردوغان لا يريد الخروج من غرب الفرات، لا يريد الخروج من غرب الفرات، وبدليل أنه لا يريد حل لمشكلة إدلب، فهو الآن يتعاون مع حوالي 60,000 من عناصر ما يسمى بالجيش الحر والفصائل المتحالفة مع هذا الجيش، بالإضافة إلى 40,000 من عناصر ما يسمى بأندوسو. لماذا هو يعتقد أو يفكر بأنه إذا كان الأمريكان سيبقون في شرق الفرات ولا يمكن لتركيا أن تخرج أمريكا من شرق الفرات طالما أنها حليف استراتيجي لتركيا في الحلف الأطلسي، يضاف إلى تركيا أن لذلك أن لأمريكا 12 قاعدة عسكرية مهمة جدا بالقنابل النووية، قاعدة بنجلك في أضنا فيها قنابل نووية 50 قنبلة نووية، إذا هي تستطيع أن تساوم الأمريكان والروس معا. والله يا أمريكا إذا أنت بقيت في غرب شرق الفرات أنا أبقى في غرب الفرات، والعكس صحيح. العكس صحيح. هذه مشكلة الروس. لا أدري الموقف الإيراني كيف سيرد الإيرانيون. طيب تسمح لي هنا دكتور حسني أن أبدأ معك بعنوان جديد
حتى لا تكون الحلقة عن الكرد مع أنه محور أساسي ومهم في اهتمام تركيا في داخل سوريا، ولكن أيضا حتى لا تمر الحلقة دون أن نتحدث عن عناوين أخرى، أريد تقييم سريع قبل أن أنتقل لباقي الضيوف من حضرتك للعلاقة التركية الإيرانية في سوريا، العلاقة التركية الروسية في سوريا، والعلاقة التركية الأمريكية في سوريا. البعض يقول بأن تركيا مع أي هذه الجهات هي أكثر صدقا دعنا نقول أو عمقا في العلاقة. هل تركيا تلعب على التناقضات الأمريكية الروسية في سوريا وفي الشمال السوري تحديدا؟ كيف تتحالف تركيا تحالفا جيدا جدا وعلاقات ممتازة جدا مع إيران، وفي ذات الوقت يتواجهون وجها لوجه أو بالوكالة في الميدان؟ كيف هاي المعادلات عم تصير؟ أريد تقييم منك لكل حالة إذا سمحت. والله هاي كمان تحتاج إلى 20 حلقة 30 حلقتين. يعني موضوع إيران على السريع، موضوع إيران، تركيا حتى آخر مقابلة الرئيس أردوغان أعتقد كانت في 17 حزيران، يعني اللهم إن كان مختلف، في 2017 فقدنا الاتصال مع تفضل استاذ. اتهم إيران بالتوسع الشيعي والفارس، التوسع الشيعي والفارس، لكن أستانا فرضت على أنقرة أن تدخل في حوار وتنسيق وتعاون مع إيران، على الرغم من الخلاف الاستراتيجي والتاريخي والطائفي والقومي بين أنقرة وطهران. كما قلت، تركيا هاجمت إيران أكثر من مرة بسبب موقفها الداعم لنظام الأسد كما يقولون دائما هنا. هذا فيما يتعلق بإيران. إيران ترى في تركيا مخرجا مهما لها على الصعيد الاقتصادي والاستراتيجي، باعتبار أن هناك علاقات تجارية، نفط وغاز وبوابات حدودية مشتركة، وتركيا لا تدخل في المسار الأمريكي ضد إيران على الأقل حتى الآن. هذا فيما يتعلق بإيران. إيران ترى في تركيا دولة إسلامية على الرغم من كل ما قالته تركيا، أو على الرغم من كل ما قاله الرئيس أردوغان ضد إيران. هكذا يفكر الإيرانيون، بأن حزب العدالة والتنمية حزب إسلامي. فيما يتعلق بروسيا، روسيا لديها مصالح استراتيجية كبيرة جدا 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 مع تركيا، وأنا أعتقد بأن الروس يرون في تركيا دولة أهم بكثير من سوريا، وهم يستخدمون ورقة سوريا في العلاقة مع الرئيس أردوغان، والعكس صحيح. لأن في نهاية المطاف روسيا ترى في بيعها لصواريخ اس 400 صاروخا مهما يدمر كل استراتيجيات الحلف الأطلسي. على سبيل المثال، اليوم بدأت الطائرات البريطانية من طراز اف 35 مناوراتها فوق سوريا، شرق سوريا والعراق، وهي الطائرات التي يمكن أن تسقطها صواريخ اس 400 الروسية. نعم. بدون شك هناك خلاف استراتيجي ومنافسة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في حساباتها الخاصة بسوريا، لأن سوريا دولة استراتيجية بكل ما تعني هذه الكلمة، ودليل أنها لم تسقط على الرغم من أكبر حرب كونية ضدها خلال السنوات الثمانية الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت أنت قبل قليل، أن سوريا مدخل استراتيجي للتواجد الأمريكي في سوريا عبر المكون الكردي، لأن القواعد الأمريكية الموجودة في العراق يجب أن تكملها القواعد الموجودة في شرق الفرات في داخل سوريا، لأن ذلك أنا أعتقد ذلك جزء مهم من ما يسمى بصفقة القرن، لأن صفقة القرن ليست هي قضية فلسطين أبدا. صفقة القرن هي تدمير إيران التي تدعم القضية الفلسطينية وتدعم حزب الله، تدمير سوريا أو الحد من إمكانيات سوريا أيضا، وبانعكاس ذلك على حزب الله. هذه خطة استراتيجية
يعني نحن نتحدث عن ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير من عام 1998 وبدأ تطبيقه ورويدا رويدا إلى ما يسمى بالربيع طيب. العربي. دكتور حسني، هناك مشاريع أمريكية جهنمية جدا. دكتور جداً حسني جداً محلي اسمح لي أتوقف هنا وأنتقل للأستاذ جاهد تورز. أستاذ جاهد تورز في أنقرة، أيضا كيف توصف هذه العلاقة؟ في كثير من التناقضات يعني يتابعها المراقبون أحيانا باستفسارات كثيرة، يعني تركيا، دعنا نتحدث عن تركيا بعد إسقاط الطائرة الروسية، يعني تركيا أسقطت الطائرة الروسية وأصبح هناك تصعيد كبير بين تركيا وروسيا، ونظر إلى تركيا على اعتبار أنها جزء من الحلف الأطلسي وجزء من المشروع الأمريكي. بعد ذلك كانت تركيا حصل نوع من المصالحة بين تركيا وبين روسيا وبدأ التنسيق في مسار أستانا. ما هي وجهة النظر التركية في مسار أستانا ولماذا دخلت فيه؟ كيف تنظر تركيا إلى روسيا؟ هل تركيا تلعب على التناقضات الروسية الأمريكية؟ وكيف تدير روسيا العلاقة الجيدة مع إيران والصدام معها في سوريا أيضا؟ أخي حبيب، أنا في الحقيقة أستغرب بعض المحللين لما يتحدثون عن التناقضات بالسياسة التركية فقط ولا يتحدثون عن السياسات أو تناقضات جذرية عند باقي الدول، في سواء كان في المنطقة سواء كان على مستوى العالم، الدول التي لها الدور في ملف سوريا. أنا في أسبوع ماضي في حلقة أنا قلت أخي الكريم، العلاقات بين الدول تعتمد على مصالح وأيضا الاستراتيجيات الدول تجاه الأزمات على حسب الأحداث. فلذلك مشاهدة بعض التغييرات وفق هذه الأحداث أمر طبيعي بالنسبة إلى استراتيجيات عند الدول كلها، ورأينا عند الولايات المتحدة الأمريكية تغيير بعض استراتيجيات عند إيران عند روسيا. أما بالنسبة إلى تركيا أخي الكريم، أعتقد تركيا هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تستمر على استراتيجية من البداية الثورة إلى يومنا هذا، وهي استراتيجية وقوف بجانب شعب وأيضا تتعامل مع هذه أزمة السورية وفق المبادئ. ولا لا 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 أريد أن أتدخل هذه المواضيع كلها، ولكن الأشخاص الذين يراقبون هذه الأزمة بالموضوعية أعتقد يرون بشكل واضح الموقف التركي. لكن المراقب المراقبين أستاذ جاهد، المراقبين يعني نعم، دعنا نقول المراقبين الصحفيين على سبيل المثال، نحن نرى تركيا تنسق مع روسيا في مسار أستانا، بنفس الوقت تفاوض أمريكا شرق الفرات، وأنت تعرف أنه الرؤى التركية الأمريكية متناقضة، وبذات الوقت هي تنسق مع إيران في أستانا، ولكنها في على الجبهات في مواجهة مباشرة أو عبر الوكلاء، يعني في تضارب في الرؤية. إيران ترى أن هناك حكومة شرعية في سوريا هي تدافع عنها وتدافع عن وحدة الأراضي السورية، والآخرين يدعمون الإرهاب، بينما تركيا ترى تنظر في إيران العكس. يعني في تضارب في الرؤى ومع ذلك هناك تعاون، هذا هو ما نود أن نفهمه في السياسة التركية حقيقة من خلالك. يا سيد الكريم، بما يخص علاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا وروسيا، في تاريخ جمهورية التركية تركيا دائما تتعامل فيما يتعلق علاقاتها مع روسيا ومع أمريكا بالتوازن. يعني لما صار مشكلة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تتقارب تركيا مع روسيا، لما صار مشكلة بين روسيا تتقارب تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية قطب،
يعني تحديدا بعد حرب عالمية الثانية صار عالم قطبين، قطب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وتركيا كدولة نقول ذو القوة في الإقليم تعامل بين قطبين بهذا الشكل، وإلى يومنا هذا نوعا ما هذه استراتيجية تركية مستمرة. بما يتعلق موضوع مع روسيا، صحيح يعني الآن علاقات تركيا مع روسيا، في تاريخ علاقات تركيا وروسيا لم نشاهد وصول إلى هذه المرحلة. يعني بإمكاننا اليوم أن نتحدث عن علاقات تركيا وروسيا هي علاقات استراتيجية، ففي تاريخ نعم لم نرى وصول إلى هذه المرحلة. لماذا؟ لأن تركيا رأت بشكل واضح أن بعد هذه الأحداث التي جرت في المنطقة أن الحلف الشمال الأطلسي، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لن تحمي تركيا إذا حدث تهديد مباشر على أمن القوم التركية، لأن الموضوع الباتريوت كما تعرفون أخي الكريم، تركيا صار تهديد مباشر من قبل منظمات إرهابية داعش وبي واي دي واي بي جي ضد تركيا، وجاءت باتريوت من حلف الشمال الأطلسي إلى تركيا، وبعد وقت قصير جدا انسحبوا هذه الأسلحة باتريوت من تركيا واستخدموا كورقة سياسية ضد تركيا. فتركيا الآن مدركة تماما أن تركيا بحاجة إلى حفاظ على أمنها وتأخذ تدابيرها لوحدها، ولذلك تركيا الآن متجهة. طبعا في البداية تركيا طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تشتري الباتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد أوباما، ولكن كونغرس لم يقبل ذلك، وبعد ذلك تركيا قررت أن تشتري من روسيا. الآن هذه علاقة بين تركيا وروسيا أعتقد مهمة. النقطة الآخر بما يتعلق المبادرة آسيتانا والسوشي، أعتقد هي مبادرة مهمة للغاية، والدور الرئيسي أو عامل رئيسي اللي بدأ هذه المبادرات هو الدور التركي، لأن تركيا تقول أن لابد حل أزمة سوريا من خلال استخدام آليات دبلوماسية وسياسية، وهذا هذه مبادرة مهمة للغاية. لماذا وتأكيد قبلت على سيد جاهد، السياسة لماذا قبلت تركيا الذهاب إلى تفاهمات بينها وبين روسيا، أو بينها وبين روسيا وإيران في أستانا وسوتشي، ولم تتمسك بمسار جنيف الدولي على سبيل المثال؟ لا أخي، تركيا لم تكن معارضة للمسيرة جنيف أبدا. تركيا دائما قالت وتقول أن المسيرة أو مبادرة سوتشي وأسيتانا ليس بديلا لمبادرة جنيف، وتركيا مع المبادرة جنيف ولابد أن يستمر هذه المبادرات، ولكن تركيا حاولت أخي الكريم أن يفتح باب آخر لحل هذه سأتحدث الأزمة عن هذا من الباب خلال مع استخدام الأستاذ آليات تركي حسن إذا سمحت لي. أستاذ جاهد، أستاذ تركي حسن، يقال بأنه طبعا العلاقة الروسية التركية، العلاقة التركية مع إيران، ساهمت من خلالها تركيا في حل الكثير من الملفات المعقدة. يقال أن تركيا كان لها دور كبير في موضوع الأحياء الشرقية، في انسحاب المسلحين من الأحياء الشرقية في حلب، ويقال أن تركيا أيضا ساعدت في انسحاب جيش الإسلام من الغوطة الشرقية لدمشق، ولولا تعاون تركيا في هذه الملفات بسبب علاقتها وتنسيقها مع روسيا وإيران لما كانت انتهت الأمور هناك بهذا الشكل. هل هذا حقيقي؟ أولا، الخطأ الذي يحدث الآن في السياسة الاستراتيجية التركية هو عبارة تغليب التكتيك على الاستراتيجية. في الغالب دائما كل دول العالم، سواء كان في السياسة، في العسكرة، في الاقتصاد، في كل شيء، التكتيك هو في خدمة الاستراتيجية. وبالتالي الآن في المراحل السابقة التي مرت بها الحرب على سوريا، يعني سياسة الرئيس أردوغان وحكومته يغلب عليها التكتيك، وبالتالي تحدث هذه الأخطاء وتظهر غالبا تقلبات في الموقف السياسي بين الفينة والأخرى. يعني عندما نقول حتى عام 2015 الرئيس أردوغان كان لا يزال مصر على إسقاط النظام، هو متفق مع الولايات المتحدة، متفق مع الموقف الأوروبي، مع كل المواقف، مع السعودية، مع الخليج، حتى دخل روسيا بقواتها إلى سوريا في 30 أيلول 2015. ولا ننسى أنه في 26 آذار أو 25 آذار عام
2015 كانت القوات التركية تؤذر المجموعات الإرهابية أثناء احتلالها إدلب، وأعطيت إنذار لهذه المجموعات إذا لم ترفعوا العلم خلال يوم الجمعة على يعني الموافق 26 آذار من عام 2015 سنغلق الحدود في وجهكم وسنسلمكم إلى القوات السورية. إذن هذا الأمر العلم هو العلم عبارة التركي؟ عن لا، العلم الإرهاب، علم المجموعات المسلحة كما يقولون. واتخذ أبو محمد الجولاني في مقابلته من مكتب محافظ إدلب في مدينة إدلب مقابلة على أربعة محطات آنذاك، أجرى لقاء على أربعة محطات طبعا عربية آنذاك، وهذه المحطات نشرت اللقاء مع محمد الجولاني. أنا أعتقد أن التحول حتى الآن، الهدف التركي أنا كما ذكرت حتى الآن، أو هدف الرئيس أردوغان تحديدا، لم يختر الخيار الصحيح حتى الآن، لم يتحول في الاستراتيجية، لا تزال الاستراتيجية على ما كان عليه في البدء، ويعمل في التكتيك لإرضاء سواء روسيا أو لإرضاء الحكومة الإيرانية. أنا أدرك جيدا حاجة كل طرف إلى الآخر. نعم، روسيا تحتاج إلى تركيا، وتركيا تحتاج إلى روسيا كما ذكر الأستاذ جاهد الآن، وهذا الكلام صحيح، والولايات المتحدة أيضا تحتاج إلى، وإيران تحتاج إلى تركيا، كل منهما يحتاج إلى الآخر. ولكن من حيث المبدأ الآن في اتفاق أستنا هناك ثلاث أطراف ضامنة، الطرفين الضامنين اللذين لهما علاقة مع الحكومة السورية وتثق بهما الحكومة السورية والشارع السوري هو عبارة عن روسيا وبنفس الوقت إيران. أما الحكومة التركية من حيث المبدأ لا ثقة نهائيا في أي موقف تتخذه، وقد أبلغت يعني الدولتان الأخريان في هذا الموضوع. لكن ما جاوبتني، روسيا ما جاوبتني أستاذ تركي، هل فعلا تركيا ساعدت في خروج المسلحين من الغوطة الشرقية ومن حلب؟ هل اتفاقات مباشرة جرت مع تركيا هي من سهلت فيما بعد الخروج ودخلت الحافلات؟ ونتذكر تلك المشاهد، ولكن هل تركيا ساعدت في هذا الأمر؟ واسمح لي أسمع إجابتك لكن بعد فاصل قصير. تحية من جديد مشاهدينا في قواعد الاشتباك، نتحدث سلسلة مراجعة الحرب السورية، نتحدث عن الدور التركي في الحرب السورية. أستاذ تركي حسن، إجابة قبل أن أنتقل إلى إسطنبول حول دور تركيا في إخراج أو في التسويات التي تمت لإخراج القوى المسلحة أو الفصائل المسلحة التي كانت في الأحياء الشرقية لحلب، في الغوطة الشرقية قيل أن تركيا كان لها دور، في حمص أيضا ربما قال أنه فيها دور. ما مدى واقعية هذا الأمر؟ هل فعلا تركيا كان لها دور في هذا الموضوع؟ بالنسبة للأحياء الشرقية من حلب، جرى اتصال روسي تركي من هذا الموضوع. آنذاك كان الرئيس أردوغان يطلق تصريحات قوية أننا سنفتح الثغرة وسندخل قوات وإلى آخره، ولكن تم الإحكام بشكل كامل، لم يكن هناك من إمكانية لإعادة إمداد هؤلاء في الداخل، وبالتالي تركهم وشأنهم، وبالتالي قيل أن هناك صفقة حول مسألة جرابلس والدخول إلى وصولا إلى منطقة الباب، ولكن هذا الكلام غير صحيح. بالنسبة للغوطة الشرقية تحديدا، الدور كان للولايات المتحدة وليس لتركيا، وبدليل أنه تم عقد 11 اجتماع في مجلس الأمن، وتقدم ثلاثة مشاريع قرار من أجل منع القوات السورية من الإجهاد نهائيا على منطقة الغوطة، وخاصة أنها لا تتجاوز 110 كيلومتر مربع. ودليل آخر أنه تم استخدام السلاح الكيماوي في منطقة دوما كمبرر من أجل توجيه الضربة الثلاثية الأمريكية البريطانية الفرنسية،
ولكن كان الإرهاب قد أجهز عليه ولم يستطع أكثر من ذلك. ترحيل هؤلاء باتجاه الشمال، نعم تم ترحيل هؤلاء بالشمال، ولا لا دور تركي في هذا الاتجاه أبدا. تم باتفاق محلي، لا دور تركي نهائيا، أؤكد ذلك، وتم باتفاق محلي كما جرى في مناطق أخرى، حتى في حمص لم يجري، وفي القلمون لم تجري هناك أي معارك، فتم ترحيل المجموعات الإرهابية باتجاه الشمال باتجاه إدلب. دكتور حسني محلي، أيضا موضوع آخر، أنا إذا كنت تحب أن تعلق طبعا على النقاط التي طرحناها، لكن حتى نمر على عناوين أخرى، نريد أن نعرف طبيعة العلاقة بين تركيا وبين الفصائل العسكرية في الشمال السوري. نسمع عن قوات درع الفرات، قوات محلية سورية يقال أنها أصبحت تتبع إلى تركيا مباشرة، وأيضا قوات غصن الزيتون نسمع عنها أيضا في الشمال السوري، وهي من قادت العمليات في عفرين بمساعدة القوات المسلحة المباشرة التركية. هل هذه قوات محلية سورية أصبحت تتبع مباشرة لتركيا؟ وشو الفرق بينها وبين فصائل أخرى في إدلب أو غيرها؟ هل هناك تباين في العلاقة بين تركيا وبين هذه الفصائل؟ يعني تباين في نظرة تركيا وتعاملها مع هذه الفصائل؟ يعني ليس يقال، بل هي حقيقة العلاقة الموجودة بين تركيا وهذه الفصائل التي يتم تدريبها في تركيا ويتم تخريج عناصرها بشكل مجموعات وتنشر وسائل الإعلام، التلفزيونات والصحف صور كاملة لهؤلاء الذين يتخرجون ويعملون الآن في جميع المناطق الموجودة فيها قوات تركيا من جرابلس إلى عفرين. العام الماضي عندما هبطت الليرة التركية فجأة، خرج العديد من ضباط هذه الفصائل، وهذا الكلام نشر في وقت الإعلام التركي، وقالوا بأنهم يريدون معاشاتهم بالليرة السورية وليس بالليرة التركية التي تهبط قيمتها باستمرار. يعني هذه علاقة عضوية استراتيجية بين تركيا والفصائل بمختلف انتماءاتها الموجودة كما قلت من جرابلس إلى منطقة عفرين وإدلب. لذلك تركيا لا تفكر بهذا الشكل. يعني عندما يكون الحديث كما سألت قبل قليل عما يخص دور تركيا في موضوع خروج المسلحين من المناطق التي تحدثت عنها، هؤلاء عندما خرجوا جاءوا إلى تركيا، إلى الحدود التركية عفوا السورية، وتركيا استقبلتهم. يعني هم لما جاءوا إلى جرابلس، أنا من جرابلس أعرف جرابلس، يعني هم لما جاءوا إلى جرابلس واستقبلتهم القوات التركية في جرابلس وأسكنتهم في المنطقة، يعني كيف تم هذا الكلام؟ اثنين قبل أسبوعين تقريبا على ما أذكر وزير الخارجية مولود تشاوشولو قال بأن النظام السوري أرسل عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى الشمال السوري وإلى إدلب وهم سبب المشكلة. الآن يعني موضوع إدلب ما يقصد بهم الذين تم استبعادهم من المناطق التي تحدثت عنهم. هذا موضوع مؤقت له علاقة كما تحدثت قبل قليل فيما يتعلق باستراتيجية الدولة التركية الخاصة في الشمال السوري وخاصة غرب الفرات لسبب بسيط. الإعلام التركي والمسؤولون الأتراك يتحدثون عن التركمان باستمرار باعتبار أن هناك تركمان في جبل التركمان في جبل الأكراد في شمال اللاذقية وغرب إدلب، وهناك أربع فصائل مسلحة، السلطان مراد، السلطان عبد الحميد، وفصيل الزنكي على ما أذكر، وفصيل آخر. أربع فصائل هي تابعة للجيش التركي، وهناك مجلس تركماني ينسق ويتعاون مع الدولة التركية، وهناك معلومات وتصريحات باستمرار، يعني باستمرار في الإعلام. طيب ماذا تريد دكتور حسني تركيا من الشمال السوري؟ يعني في نقاط مراقبة 12 نقاط، في إرسال تعزيزات عسكرية كما تعرف إلى تركيا، في معركة إلى الشمال السوري إدلب، في معركة دائرة هناك. ماذا تريد تركيا في منطقة الشمال السوري؟ وهل تركيا ستخرج وبأي ظروف وبأي شروط؟ والله أخ كمال يعني يبدو أنك تريد لي أن أعود إلى السجن إذا جاوبتك هذا السؤال، يعني بأنني سويت لا نتمنى لك ذلك يا دكتور لأنني اعتقلت
في 13 ديسمبر كانون الأول في 2016 عندما تحدث عن دخول القوات السورية إلى حلب وخروج المسلحين من حلب إلى الشمال السوري، وكان آنذاك لدي برنامج في إحدى التلفزيونات التركية، وفي ذلك المساء اعتقل. ماذا تريد؟ يعني هذا عن طريق المزح. كما قلت قبل قليل، تركيا من خلال علاقاتها مع روسيا يبدو أنها تريد أن يكون لها اليد الطولة في مستقبل سوريا بأي شكل كان، يعني من خلال ما تفعله الآن من خدمات وتتريك المنطقة وغيره من هذا الكلام في الشمال السوري، وعبر العلاقة مع الفصائل الأخرى في جميع أنحاء سوريا. تريد أن يكون لها اليد والذراع الأطول في مستقبل سوريا على سبيل المثال حسابيا، يعني حسابيا تتحدث عن الحل السياسي، يعني يكون لها نفوذ بالحل السياسي بعد الحل السياسي وبعده، يعني مثلا موضوع تشكيل اللجنة الدستورية وبعد ذلك، يعني البرلمان التركي السوري عفوا اعتقد 230 مقعد، يعني اذا هم يسيطرون على الشمال السوري الان ولاحقا شرق الفرات بشكل او باخر نتيجه العلاقه مع العشائر العربيه الموجوده هناك، وبالتالي الاسلاميين الموجودين في مختلف انحاء سوريا، يعني اذا تم انتخاب على الاقل 100 من الموالين لاردوغان او الموالين المقربين من تركيا، يعني لماذا لا؟ يعني هكذا تفكر الدول. الدول ليست دول، ليست جمعيات خيريه عاطفية. ليست جمعيات خيريه، ليست جمعيات خيريه. صحيح مزبوط. صحيح، يعني هم يفكرون هذا. هل صحيح الغرض؟ لماذا؟ كيف؟ ومن أين؟ هذا كلام كما قلت يحتاج إلى نقاش طويل وصريح يعني دون أن نقول والله أن نتبنى الطرف الروسي أو الإيراني أو السوري أو التركي. نحن صحفيين ونحن يجب أن نكون موضوعيين مبنيين على معلومات ووقائع 100% صحيحة، ولسنا عاطفيين ولسنا نبالغ. هذه قصة كبيرة جدا جدا. أخيرا شفنا، يعني الأخ في أنقرة قال بأن تركيا سياسات توازن بين روسيا وتركيا. يا أخي يا حبيبي، تركيا ليست لديها سياسات توازن بين أمريكا وروسيا، لأن تركيا في الحلف الأطلسي، لا يمكن أن يكون هناك سياسة توازن. تركيا فيها 12 قاعدة أمريكية، كيف يكون فيها توازن؟ تركيا من عام 1950 كانت جزءا من الحلف الأطلسي وضد روسيا وضد الشيوعية وضد اليسار. هذا كلام يعني يحتاج إلى دقة في التحليل، وإلا أهلا وسهلا في كل رأي يقوله زميلنا في أنقرة. أستاذ جاهد توز في أنقرة، نقطة أخرى أيضا والوقت يداهمنا بشكل سريع، الاتهامات والتقارير التي تتحدث عن عملية تتريك تتم في الشمال السوري، العملة التركية، تداول بالعملة التركية، فرض اللغة التركية على بعض المدارس، نقل السوريين إلى تركيا، تجنيس كثير من السوريين من سكان شمال سوري في تركيا وعودتهم مرة أخرى إلى الشمال السوري، ما حقيقة الحديث عن مخطط تركي لتتريك المنطقة الشمال السوري وبالتالي البقاء فيها إلى ما شاء الله؟ هل هذه التقارير دقيقة؟ وماذا تريد تركيا إذا كان فعلا هذا ما يجري، إذا كانت هذه التقارير من الشمال السوري فعلا دقيقة؟ أخ الكريم، في مرة سابقة الدكتور حسن محلي تحدث عن زيارة ب 52 مرة، طبعا هذا كلام ليس كلامي، كلام وزير خارجية آنذاك وهو كان أحمد داوتوغلو، يعني قال صحيح لكن في 7 سنوات، يعني نعم هو وليس في 6 أشهر. نعم لا 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 في لا لا 6 أشهر، خلال 6 أشهر أخي الكريم، يعني هناك زيارات مستحيل سرية هناك. طيب ماشي اسمح لي ان اكمل كلامي، انا استمعت لحضرتك يعني. والنقطه الثانيه موضوع التوازن بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا، هذه احد من الاستراتيجيات الرئيسيه بعد حرب العالم الثاني لسياسه خارجيه تركيه. هذا يعني خارجيه تركيه لما تدخل الى
الموقع تبع الخارجية التركية لما تنظر على علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وروسيا ستفهم بشكل واضح هذا الموضوع. أما بالنسبة إلى سؤالك يا أخي الكريم، طبعا هناك كثير من التقارير تهجم على تركيا، وكثير هناك نقول محللين يهجمون على تركيا، وكثير من الأشخاص يعني هذا طبعا كل واحد هو حر في ما يتعلق رأيه أو أفكاره، هذا لا توجد أي مشكلة. ولكن بالنسبة إلى السياسات التركية تجاه الشعب السوري حاليا، طبعا أخي الكريم طبعا حقيقة تركيا أو كثير من الدول ليس تركيا فقط يعني لم تتوقع أن تستمر الأزمة السورية طيلة هذه السنوات وتصل إلى هذه المراحل، لأن الموضوع حقيقة مختلفة كانت من المتوقع من عند كثير من تقديرات أسابيع الباحثين والأكاديميين. نعم كان تقديرات مختلفة عند الأكاديميين والباحثين وحتى الدول، ولذلك تركيا لم تكون عندها نقول استراتيجية تكتفي لإدارة اللاجئين لهذه الفترة الطويلة، وبعد ذلك تركيا جاءت ببعض الاستراتيجيات أخرى، لأن وجود اللاجئين في تركيا يعني في بالناحية الاقتصادية يعني هو ثمن كبير بالنسبة لتركيا، وهنا لابد أن نعطي حق لتركيا أن تركيا أكبر لدفع الثمن لهذه الأزمة السورية من ناحية الاقتصادية، من ناحية سياسية، حتى من ناحية اجتماعية. والآن طبعا موضوع التجنيس، تركيا تريد اندماج الشعب السوري يعني أو لاجئين قصدي للشعب التركي، لأن في مراحل قادمة إذا استمر بهذا الشكل من الاحتمال أن تخلق مشاكل في داخل تركيا، وتركيا من الآن تأخذ تدابير لكن أستاذ جهاد التجنيس والعودة ممكن أن يغير ديموغرافية الشمال نعم. السوري يعني يصير في جالية لا تركية في سوريا. لا أخي هذه ليس استراتيجية تجنيسهم وعودتهم إلى سوريا، وإنما كما تعرفون أخي الكريم 90 حتى 95% من اللاجئين السوريين الآن إذا تعطيهم خيارين عودة أو بقاء في تركيا، 95 يريد بقاء في تركيا، لأن أغلبية هؤلاء لا يرون لهم مستقبل، أن لهم مستقبل في سوريا للأسف الشديد بعد هذه الأحداث كلها. فلذلك لا. تركيا الدولة الديمقراطية أيضا مضطرة أن تأخذ تدابير لهؤلاء اللاجئين الذين لجأوا إلى تركيا طبعا من خلال تجنيس أو من خلال توظيفهم في بعض نقول مؤسسات مدنية أو في المجتمع، وأيضا فتح شركات. يعني أخي السوريين فتحوا في تركيا 47 ألف شركات في تركيا من قبل إخوة سوريين، الآن أصبح قوة كبيرة في حتى في الاقتصاد تركيا يعني إخوة سوريين. فهذا تركيا تحاول تأخذ هذه التدابير. بالناحية العودة أيضا طبعا تركيا تشجع سوريين عودة إلى شمال سوريا. طبعا تركيا لا تقول للشخص ساكن سابقا في دمشق أو في مكان آخر أن يعني يجبره أن يسكن في شمال سوريا، هذا خيار الشعب السوري يعني تحديدا أغلبية اللي يعودون إلى شمال سوريا هم كانوا ساكنين أو من المواطنين في شمال سوريا كانوا يسكنون في شمال سوريا. فلذلك ليس هناك استراتيجية تغيير ديموغرافي، وإنما تركيا لا تقبل تغيير ديموغرافي. وكما تعرفون أحد من العوامل الرئيسية الهجمات التركية يعني في حملة أو عملية عسكرية لغصن الزيتون، تحديدا غصن الزيتون كان السبب الرئيسي، لأن البي واي دي واي بي جي كان يريد التغيير الديموغرافي في المنطقة. في تركيا منطلق من ذلك بدأ هذه العملية العسكرية في شمال سوريا. اسمح لي أخذ رأي الأستاذ تركي حسن، عندك شيء ثاني؟ عندك شيء آخر؟
جملة بسيطة أخي الكريم. تفضل. الآن في النهاية نحن يعني سوريا تركيا وإيران أمام خطر كبير، وهو الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء دويلة في هذه المنطقة، وهذه إذا تم إنشاء دويلة في هذه المنطقة هذا معناه أن ستؤثر على مصالح دوام الجميع، تؤثر على مصالح الجميع للأسف الشديد. أستاذ تركي حسن، وأيضا طبعا موضوع صفقة القرن، موضوع صفقة القرن من الاستراتيجيات الرئيسية، لابد دول في المنطقة كلها يقف ضد هذه الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ تركي حسن، مستقبل الوجود التركي في الشمال السوري كيف تراه؟ التقارير التتريك العملة والتليفونات والاتصالات والمدارس وإلى آخره أيضا حقيقة أم مبالغة؟ والعلاقة التركية السورية ممكن تعود؟ سمعنا وزير الخارجية السورية تحدث لقناتنا للميادين وقال أنه يعني إن شاء الله يعني إذا تركيا أوفت بالتزامات ممكن أن تتم العودة. هل فعلا يمكن إعادة الاتصالات خاصة أن تركيا على علاقة جيدة مع حلفاء دمشق؟ في الشق الأول نعم، هناك تتريك للمنطقة وتغيير المعالم وتغيير المسميات وسرقة آثار، وأعتقد أن كان يتحدث الأخ جهاد أن تركيا هي أكبر دولة خاسرة، هي أكبر دولة ربحت من الحرب في سوريا، لم يبقى شيء إلا تم سرقته وبيعه في تركيا، حتى السكك الحديدية، حتى معامل الكهرباء، حتى محطات التوليد، حتى الصوامع، حتى القطن، حتى الآثار، حتى إلى آخره، أستطيع أن أعدد لك كل شيء. عادة كان لدينا احتياط دائما استراتيجي من الغذاء، يعني دائما القمح لمدة عامين سرق وبيع كله في تركيا، الأقطان ذهبت إلى تركيا، المعامل إلى تركيا فككت، 1500 معمل من الشيخ نجار سرقت، وهناك توثيق وستقوم دعاوي من قبل نقابة المحامين وأيضا غرف الصناعة في سوريا على الحكومة التركية وعلى المسؤولين الأتراك في هذا لكن الموضوع. لكن هاي أستاذ تركي، هذه فككتها الحكومة نعم. التركية ولا أشخاص سوريين كلها هل يمكن أن تدخل إلى تركيا خلسة؟ هل يمكن أن تدخل إلى تركيا خلسة؟ بيعت في تركيا وأخذت إلى تركيا وركبت هناك كمعامل في تركيا. نعم. إذا الحكومة التركية تعلم ذلك. بالنسبة لاستعادة العلاقات، أنا شخص أؤمن باستعادة العلاقات وأتمنى أن تستعاد العلاقات، ولكن لا تستعاد بالعاطفة، تستعاد بالممارسة، يعني تستعاد بالسلوك. ما لم تغير الحكومة التركية، هي تقول الآن توافق على أي بيان يقول بوحدة الأراضي السورية وسيادتها وضمان استقلالها، ولكن كما قال الدكتور حسني هي تمارس دور النفوذ في هذه المنطقة. يحكمها أو العقل الذي يحكم توجه الحكومة التركية هو عبارة عن نظام الملي الذي صدر في عام 1920، والذي يعتبر هذه المنطقة من داخل تركيا. حتى الآن عين والي من أجل شمال سوريا، عين والي من تركيا من أجل إدارة شمال سوريا، وهناك جامعات تفتتح وهناك مدارس تفتتح وهناك اللغة التركية وهناك التعامل باللغة التركية وهناك ضرب للاقتصاد السوري. ما الهدف من ذلك؟ الهدف السيطرة على المنطقة وترويض المواطنين وتعليمهم أن يكونوا جزء من الدولة التركية. وأعتقد أن منح الجنسية، لا يتم منح الجنسية لكل الناس، يتم لمستويات معينة. عندما يقول أستاذ جاهد أن هناك 47,000 شركة استثمارية أنشأها السوريون، هذا ربح لتركيا وليس خسارة. عندما أخذوا المعامل، هذا ربح لتركيا وليس خسارة. عندما يدار الاقتصاد في هذه المناطق من قبل تركيا، إذا هذا ربح وليس خسارة. إذا بدنا نتحدث بخسائر تركيا، خسائر تركيا الأهم هي الخسائر السياسية. الآن كما يقولون لا تزال حلب، سنجق حلب هو عبارة عن ولاية رقم 82 في الحكومة التركية وله ميزانية سنوية، الآن يوضع فيها صفر ليرة تركية. إذا هذه أطماع موجودة. إذا يحرك الحكومة التركية
هذا الأمر جزء من الأهداف الأساسية المبطنة وهو السيطرة على هذه المنطقة بدءا من شمال إدلب، عفوا من إدلب إلى حلب إلى النهر دير الزور إلى الموصل، ثم يتجه باتجاه الحدود العراقية التركية. إذن هذا الأمر هناك شيء يحرك حكومة تركيا هي الأطماع في الأراضي السورية. قد يقول قائل لا مو صحيح، تحدث شيء بشيء مماثل الأخ الدكتور حسني عندما قال مناطق نفوذ. صحيح، بدلا أن يكون نحن نوافق على الحدود أن تكون ضمن الأراضي السورية، ولكن تكون منطقة نفوذ سواء لمجموعات أو لأحزاب أو لقوى بشرية أو لقوى عرقية أو لآخره، وبالتالي نكون في نفس النقطة ونفس الموقع ونفس الهدف. طيب هنا أستاذ أيضا أسأل أستاذ تركي حسن، مصير إدلب كيف تراه الآن؟ مصير إدلب أنا أعتقد أننا كنا أمام إطلاق عملية عسكرية في الشهر التاسع من العام الماضي، وقد جرى التأكيد عليها على لسان رئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد. وآنذاك تدخل الجانب الروسي بأن نتجنب إطلاق عملية عسكرية وعبارة عن قصف وإلى آخره، فجرت قمة بين الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي، وتم اتفاق سوتشي المعروف في 17/9 العام الماضي، وعلى أساس أن يكون بدأنا التنفيذ فيه منذ 10/10 إلى 15/10 من العام الماضي. وقد أعلن الجانب التركي أن تركيا التزمت والاتفاق يقضي، معروف شو هي بنوده، وقف إطلاق النار، تشكيل منطقة عازلة 15 إلى 20 كيلومتر، فتح الطريقين M4 M5 يعني من دمشق إلى حلب ومن حلب إلى اللاذقية، وفتح الطريق باتجاه باب الهوى، وثم عودة يعني عودة مؤسسات الدولة إلى العمل، ليس بالضرورة الجيش وأن تكون هناك الشرطة العسكرية الروسية الضامنة، وقبل بالنقاط الروسية. من حيث المبدأ أقول لك أن الحكومة السورية عندما أعطت الموافقة قالت نحن نشكك في نوايا الرئيس أردوغان في تنفيذ ذلك ولن ينفذ، وأعتقد أن الجانب الروسي وصل إلى نفس القناعة. لماذا أطلقت عملية وكانت عملية محدودة ثم متدحرجة بسيطة؟ الآن هذه العملية نحن كانت الغاية الأساسية منها هي عبارة عن فتح قوة في الجدار المسدود، فإذا لم يكن قد تم فتح هذه القوة الآن سيعاد إطلاق العملية من جديد. أنا أتمنى أن نذهب إلى تنفيذ الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين بوتين وأردوغان من خلال اتفاق سوتشي، وإلا ستستعاد إدلب من خلال عملية عسكرية واسعة. دكتور حسني محلي، أختم معك هذه الحلقات بالحديث عن المآلات والمستقبل. هل تركيا تفكر باستعادة علاقتها مع دمشق وفق أي رؤية وفق أي شروط، أم أن هذا الموضوع لا يمكن في ضوء ما جرى في السنوات الماضية؟ هل تعتقد أن تركيا يمكن أن تغادر الأراضي السورية بشكل كامل أيضا وفق أي شروط وفق أي، حضرتك تحدثت عن حل السياسي قبل قليل، ومصير اللاجئين السوريين الذين في تركيا أيضا هل سيعودوا أم من دخل إلى تركيا لن يعود، إما تجنس أو أخذ إقامة دائمة أو أصبح لديه أعمال وبالتالي لا يفكرون في العودة؟ سأختم بهذه النقاط دكتور حسني محلي، تفضل. يعني 47 ألف شركة سورية، يعني اللي يفتح دكان فلافل في إسطنبول يعتبر شركة، وعدد هذه الشركات مبالغ فيه أولا، وثانيا كل الشركات الموجودة بهذا الإطار حجم بسيط جدا، وجميع الشركات مطاعم حلويات ومطاعم فلافل ومطاعم حمص ومن هذه من غير من هذا الكلام. فيما يتعلق باحتمالات السياسة التركية في سوريا، أكمل نحن نتمنى أن تعود العلاقة بين سوريا وتركيا كما كانت عليه قبل 2011، وأنت تعرف التفاصيل. وهذا بسيط جدا، يعني لسنا بحاجة لا لروسيا ولا لإيران،
يعني يمكن للرئيس الأسد وللرئيس أردوغان أن يلتقيا في أي مكان كان، من حتى في القمر، ويتفقا على إطار معين يمكن من خلاله معالجة الأزمة السورية وتنتهي القصة. يعني قضية بسيطة جدا جدا جدا. ولكن حتى هذا اليوم، حتى هذا اليوم، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شريك كان يتهم الرئيس الأسد ويتهم سوريا بالإرهاب والديكتاتورية وغير ذلك. يعني إذا كانت هذه هي الرؤية مستمرة أو هذا الرأي مستمر في الموقف التركي، لا يمكن معالجة أي شيء في سوريا. يعني كل الأسئلة التي سألتها فيما يتعلق بالتواجد التركي العسكري، فيما يتعلق باللاجئين السوريين الموجودين في تركيا وسياسات تركيا تجاه اللاجئين والخدمات التي تقدم للاجئين إنسانيا أم من أجل استيعابهم حتى يتحولوا إلى حاضنة بشرية تدعم الموقف التركي أو السياسة التركية. نعم دكتور حسني، انتهى الوقت للأسف الشديد. دكتور حسني محل الخبير في الشؤون التركية من اسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ تركي حسن الباحث في مركز دمشق للأبحاث دراسات مداد، أشكرك أيضا جزيل الشكر. أستاذ جاهد توز الكاتب السياسي من أنقرة، شكرا جزيلا. وقواعد الاشتباك انتهت، ألقاكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، إلى اللقاء.